Excuse me, I will speak in Arabic, so you need to. السادة الرؤساء ومديري المنظمات المعنية بمكافحة الألغام. السادة منظمي هذا المؤتمر. الزملاء والزميلات من المؤسسات الإعلامية. السيدات والسادة، بعد التحية والتقدير، يطيب لي أن أحييكم باسم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، وأنتم تجتمعون بغرض تحقيق قضايا إنسانية مهمة تتمثل في مساندة جهود وحملات مكافحة الألغام التي تخلفها النزاعات المسلحة، والتي تتسبب في مقتل وجرح الآلاف من الأشخاص الأبرياء سنوياً، وتمنع الأطفال والطلاب من الذهاب إلى المدارس والجامعات، والعمال إلى المصانع، والمزارعين إلى الحقول، وتهدد الحقول. Can I just stop you for 1 minute and check whether we do have Arabic to English translation? Do we? In channel 2? Okay, channel 2. Thank you very much. Excuse me. Please continue. وتهدد جهود إعادة الإعمار والتنمية الريفية والأمن والسلم الاجتماعي والطمأنينة العامة. السيدات والسادة، نؤمن في شبكة الجزيرة الإعلامية بأهمية دور الإعلام في توعية الجمهور بمخاطر الألغام والمتفجرات التي تخلفها الحروب، ونذكر في تغطيتنا الصحفية دائماً بضرورة أن تسعى أطراف الصراع للتخلي عن استخدام الألغام مستقبلاً وكشف أماكنها المنتشرة في مناطق النزاعات حتى يستثنى نزاعها وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى المناطق الأصلية. لدي بعض التوصيات. نحن كإعلاميين نقوم بدورنا في هذه القضية في وسائل الإعلام بالتوعية، في الجانب التوعوي، بالتوعية عن خطورة الألغام، وهذا يتم عبر بروموهات تبث في وسائل الإعلام لتوعية العامة. أيضاً وسائل الإعلام ينبغي أن تقوم بدورها في توثيق هذه الانتهاكات عبر أفلام وثائقية، ولدينا تجربة مع منظمات معنية في هذا الأمر في قضايا مختلفة. أنتجنا في شبكة الجزيرة أفلام وثائقية مع أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قضايا إنسانية، وأنا أعتقد بأنه أيضاً نستطيع أن ننتج فيلم وثائقي عن خطورة الألغام ونوثق لهذه الجريمة. نحن نعتقد كإعلاميين أن جانب الواجب علينا مسألة التوعية. أيضاً من ضمن التوصيات نؤكد على ضرورة تنظيم مثل هذه المؤتمرات حتى يتم حشد جهد المعاونة من المنظمات وأيضاً الجانب الإعلامي في كشف هذه الانتهاكات. أيضاً نوصي بأن تكون هناك تقارير دورية لوسائل الإعلام حتى تقوم بدورها. لدينا شراكة مع منظمة أذربيجانية International يوروب إيشيا بريس فاونديشن، ونحن بصدد كما ذكرت أو أسلفت بعمل فيلم وثائقي عن الألغام، وإن شاء الله هذا الفيلم في القريب العاجل ترونه على شاشات شبكة الجزيرة الإعلامية باللغة العربية والإنجليزية ولغة البلقان. نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، ومعا إن شاء الله نعمل من أجل الإنسان ومن أجل السلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.